الكبير وبتطوير جل الأندية التي أشرف عليها في الرابطة المحترفة الأولى. يصول ويجول بشكل رائع الرقم 10 فوزية، يتحولت على الجهة اليسرى الآن إلى عقون بجانبه فراحي، يحاول المرور داخل منطقة الجزاء بحثا عن المهاجم، فرصة كبيرة للنصرية، جول جول. نصر حسين داي يبدأ الشوط الثاني بقوة ويثلث من مباراتين ثنائية في الموعد الماضي وهدف اليوم، لكنه ليس من سجل بل من قدم الكرة. فعلا بن عياد يقدم الكرة للمهاجم بوسام في العودة إلى أجواء المباراة أمام فريق نصر حسين داي الذي سير المباراة بذكاء. الكرة أمامية الآن وصلت إلى بولحية، استقبال رائع للكرة لبولحية، يبحث على العثور ربما على ركنية من خلال هذه المحاولة، ولكن دفاع النصرية في المكان المناسب. الضغط الذي يقوم به أيضا بن عياد مهم جدا على مدافعي شبيبة القبائل. هذا نزلة يحاول الشبيبة، زكريا بولحية، العودة إلى كروم، يأتيه بن شعيرة، وصلته في أحسن الظروف بجانبه ملك رايح إلى الجانب الأيسر. صياد يغير الكرة لبن شعيرة، نزلت بحوزته الكرة بن شعيرة، وليد بن شريفة تبادل الكرة مع بن شعيرة، بن شريفة لبن شعيرة من جديد، بدر الدين صياد، دفاع متكتل يقوم بأدواره كما يجب. هجوم الشبيبة من خلال تسديد قوية، جول جول. الحل يأتي عبر التسديدة الصاروخية من قبل وليد بن شريفة الذي سدد بعدما تحدثنا عن تكتل دفاعي كبير لنصر حسين داي. يأتي الحل من خلال هذا الصاروخ العابر للقارات من قبل وليد بن شريفة الذي سدد بقوة للحارس بن شلف الذي لم يجد ظلته من خلال هذه التسديدة القوية. حديد في آخر حملات ولقطات شبيبة القبائل، طويل الكرة إلى الأمام، وليد بن شريفة يصارع عليها، يحاول توزيع الكرة، لم تكن قوية التوزيع وكانت مدروسة من دفاع نصر حسين داي. والسيناريو واضح مثلما نتابع، التشتيت من الدفاع وبناء الهجمة من الجديد لفريق شبيبة القبائل الذي لم يجد الحل. والفرصة الخطيرة والمحاولة الصعبة لشبيبة القبائل، فرصة وكرة خطيرة في آخر أنفاس المباراة لفائدة شبيبة القبائل، كاد على إثرها أن يأتي الهدف الثاني. الشبيبة ترفع من نسق المباراة وتحاول مباغتة النصرية في آخر اللحظات، وخروج الحارس بن شلف بشكل رائع ومميز، يلتقط الكرة ويلقى في الكرة الماضية. واللحظة أيضا مشاهدينا الكرام بلا غالب ولا مغلوب، ينهي حكم المباراة اللقاء الذي جمع شبيبة القبائل المفيدة.